بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. الآن إن شاء الله تعالى سننظر في بعض آيات من سورة البقرة وما أدراك من سورة البقرة. لوكاو لافاش، كلمة مثل لومان، يقول ربي مثلا في آية 113. هنا عندنا ما نقول وراه، عندنا ما نكشف على اليهود والنصارى أهل الخسارة، ويخسر منهم من يدعون الإسلام وهم على خسارة عظمى، لأنهم جاءوا بكل الفواحش قالوا ما زلنا مسلمين. كيف؟ كل قوم من يتميز بفاحشة أو اثنين، بظلم أو اثنين، بشرك أو بنكران لله، وأنتم تصروا كأنه ما فماش إله، وتقولوا نحن الأمة اللي اختارها ربي. إذا الآية دي كالشابة ندعوكم إلى النظر بعمق فيما جاء في بعض ما جاءت بهذه الآية الكريمة. نعود إن شاء الله.